الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الورد صباح النور. وهنا هيك شوي نتمشى في احدى غابات مدينة ستوكهولم. يعني زمان كان عندنا اعتقاد خاطئ انه الغابات بس موجودة يعني على اطراف المدن في القرى في اماكن نائية، لكن في مدينة ستوكهولم تجد كل شيء، تجد يعني حتى المناطق اللي هي اشبه بالقرى، وتجد البحيرات وتجد الانهار وتجد كل شيء في مدينة ستوكهولم، بس ممكن ما تلاقيش الجبال إلا هيك مرتفعات بسيطة جدا جدا. السويد أرض تقريبا منبسطة مش زي النرويج. النرويج بلد فيها مرتفعات جبلية زي سويسرا، برضو يعني من الدول الأوروبية اللي هي فيها جبال زي جبال الألب سويسرا. وفي النرويج في جبال كمان، يعني بلد سياحي للسواح الأغلب، لكن بالنسبة لموضوع اللجوء فأنا تعذبت فيها النرويج، ولا أنصح إلا إذا كان واحد عنده أهل عنده أقارب. فكل بلد لها نظام. ممكن تسرعت إني حكيت عن موضوع اللجوء لأنه كل سبحان الله بدخل بكل فيديو، لأنه أكثر المتابعين سبحان الله بيرغبوا بالسفر إلى أوروبا نظرا للأحوال والأوضاع في وطننا العربي. بس حاب أحكي شوي عن الانطباعات اللي بتكون موجودة عند الإخوان أو الأخوات قبل السفر إلى الغرب. يعني في ناس بتصير في عندهم خوف إنه أنا وين دعيش، وين بدي أسكن، كيف بدي أقدم على اللجوء، أو إذا أنا جاي فيزة سياحة. كثير هذا السؤال بتكرر كثير كثير كثير، أنا جاي على السويد فيزة سياحة وناوي أظل هناك وأستقر هناك وما أرجع. فهاي الأسئلة يا إخوان إحنا كثير شرحنا عنها، بس في ناس ما بتحب، بتحب الخلطات السريعة، بتحب الجواب السريع، ما بتحب ترجع ورجع لفيديوهات سابقة وشوف. المهم باختصار يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، بالنسبة للإخوان اللي بيجوا فيزا سياحية لغير سويد فيزا شنغن، هدول الإخوان الأغلب إنه لازم ينتظروا 6 شهور بعد انتهاء الفيزا. يعني انت فيزتك شهر بدك تنتظر 7 شهور، وهاي الانتظار على حسابك الخاص، يعني بدك تحسب لك 700-800 دولار مصروفك الشخصي. هذا اذا كانت عائلة الله اعلم، يعني المصروف العائلي هون في مدينة ستوكهولم يصل الى 20,000 كرون، يعني 2,000 دولار، لانه السكن غالي جدا، يعني 800-700-900 ألف دولار سكن الشقة في مدينة ستوكهولم. وهذا اذا لقيت. واذا ما عندك حدا لا انصح، إذا ما عندك حدا أقارب معارف أصدقاء يساعدوك إنك تيجي، وين بدك تسكن؟ هون الشباب قاعدين يا حرام، يعني بتعرف على أصدقاء وشباب بتنقلوا من شقة لشقة لشقة لشقة، بدك تقعد تقريبا 7 شهور 6 شهور ونص ممكن 8 شهور وعلى مصروفك الخاص. كيف بدك تدبر حالك فيهم؟ وكثير ناس يقولك لا أنا بدبر حالي، أنا بشتغل بالأسود. الشغل بالأسود قليل ونادر جدا وعواقبه كبيرة، يعني إذا عرفت الدولة أو مسكتك مصيبة، يعني مخالفة إليك ولصاحب العمل، وممكن تصير عليها ترتيبات كبيرة وتنحرم من أمور كثيرة وتدخل في متاهات كبيرة. فاللي بيبدأ صح بينتهي صح. فإذا ما عندك حدا بالسويد أنا لا أنصح أنه أنت تيجي على هاي البلد، لأنه رح تتغلب كثير، تحدياتك أكبر وأنت أدرب حياتك. ورح نحكي شوي عن موضوع الانطباعات. يعني في ناس بتلاقيه لساته مش عارف انه السويد موجودة في اقصى الشمال تقريبا الاوروبي في الدول الاسكندنافية، وحكينا كتير بفيديوهات عن موقع السويد. وبعض الناس بتلاقيه هو بحبش البرد، او ماخد فكرة ممكن عن الشعوب هاي فكرة سلبية. في ناس بجايب انطباعات انه مثلا على قصة الاولاد واخذ الاولاد ومكبر الموضوع كتير. او احد الخوات بتراسلني بتقول لي بس سمعت انه الأولاد بنحرفوا بصيروا يشربوا مخدرات وبسكروا بأخذوا الأولاد. فبعض الإعلاميين بيحاولوا يكبروا الأمور. هو كل إشي وارد، كل إشي وارد، بس هنا حرية، بلاد حرية. يعني بدك ابنك يطلع عابد طائع صالح والله بيصير، ما حدا بيمنعه، الجوامع موجودة في المدن بالذات. بدك ابنك يطلع مش كويس أو إنه أفكار ممكن غير أفكارك غير عاداتك غير قيمك غير كل شيء متاح، فهي برجع للأسرة وتربية الأسرة
ونظرتها للمجتمع وحياتها وطريقة وأسلوب حياتها. ممكن في الوطن العربي يطلع الولد ملحد، ممكن يطلع طائع، ممكن يطلع عابد، بس هون الفرصة أكبر، إنه هون في حرية أكبر بكتير من الوطن العربي. ففي ناس بتفخم، لا تحاول تنظر المواضيع بصورة أكبر من هي اللي بنشروها الإعلام. يعني خذ صدق تقريبا 40-50%، حتى كلامي أنا اللي قاعد بنشر لك إياه لا تأخذه كله 100%. كل واحد بحكي عن تجاربه، كل واحد بحكي عن أفكاره، كل واحد بحكي عن واقعه ممكن في الوقت الحالي. فالحياة فيها تجارب، شايف كنا واقفين كان عضنا الكلب، لا بس إنه إحنا نوعا ما اتأقلمنا وانسجمنا مع أجواء هاي البلاد، فزال نوعا ما الخوف مع جلوسنا لفترة طويلة في هاي البلاد. لكن اللي جاي جديد بتلاقيه زي اللي موسوس، طلعوا علي، شافوني، شفتهم، وهاي الأمور حتى تمر عليه فترة من الزمن حتى يتأقلم ويعيش بحب ويعيش بانسجام مع البلد ومع الطبيعة ومع الناس ومع الكون. فمش عارف شو أحكي لكم كمان، لأنه الواحد شوي والله الكاميرا صارت تعب هيك، هذا الموبايل العريض، فصار الواحد بس يمسكها باتجاه معين التعب إيديه. حاب أخذكم جولة معي في هالحديقة. فزي ما أحكي لكم يا إخوان الكرام، يعني هون بدك الغربة بتعلمك الاعتماد على النفس، بدك تحط درس من دروس حياتك الأساسية، إنه أنت تعتمد على ذاتك، على نفسك، في مصاريفك، في جوازاتك، في وراقك، في قسطك، في كل شيء. ما تركز، أنت طبعا شارك الآخرين بأفكارك بأي شيء، بس لا تعتمد عليهم الاعتماد الكلي، لأنه في ناس تلاقيهم في جميع الدول في العالم، في ناس بتحب تخرب، في ناس حسودة، في ناس أنانية. يعني في ناس ممكن أنت إذا لقيت شغل أو أخذت إقامة يقطعوا علاقتهم معك، وهذا وارد، وصارت مع قصص ومع أصدقاء إنا في هاي الدول، إنهم بس بعد ما أخذوا إقامات هاجروهم أصدقائهم. ففي في أنواع من العلاقات، علاقات فاسدة، علاقات كلها مصالح بحتة، يعني ما فيها حب، ما فيها حب نقي. هننزل شوي هون نتفرج على المكان، فرجيكم هاي المكان هيك كيف هلا هون الوضع. هنتمشى شوي في المكان ونحكي عن الموضوع إن شاء الله. هي فلازم الواحد بالذات لما يتمشى ويتقابل مع ناس يحاول دائما يفرجيهم الانطباع الإيجابي. أنا ليش مثلا هذا الفيديو أنا عملته بالذات عشان نحكي عن موضوع الانطباع، بس الواحد بيدخل بمواضيع بشمال ويمين وهيك وإلى آخره. فلازم يكون عندك يعني في قلبك في حب، جاي أنت تتعامل مع الناس بغض النظر أجانب مش أجانب، مسلمين مش مسلمين. إحنا كلياتنا رب العالمين حكى في القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أنت نظرتك بدك تظلك تطلع والله تفرز الناس وتصنفهم، هذا كذا تحكم عليهم، هذه فاسقة، هذا داشر، هذا سرسري، هذا هامل، هذا مسلم، هذا كافر، هذا مسيحي، هذا يهودي، انت هيك رح تحدد مستوى الطاقة تبعتك للعالم. انت بدك تعامل الناس بأخلاقك، بحبك، بقيمك، ولا كيف انه انت بدهم يتقبلوك؟ فإذا هم شافوا منك هالحب وهالاحترام وهالأشياء هاي بقولوا فعلا في وراء إشي، في وراء فكر عظيم، ناش نقول مثلا دين عظيم، بس رح يبحثوا هم بنفسهم. بس لما أنت بدك تصنف الناس وتعاملهم على أساس إنه ديانات وعلى أساس الأفكار وعلى أساس أشياء كثيرة رح تتعب. شوف مثلا هذا البناء قديم جدا موجود في هالمكان، سبحان الله، يعني معقول كان في ناس هون؟ يعني شوف نص الغابة، خلينا نروح نشوف هيك نظرة قبل ما نسكر الفيديو على الأخير. قرب يخلص الفيديو البث، شوف المكان هون، هاي السفن هناك، مرفأ، بدي صرنا قربنا نوصل 10 دقائق. فرجيكم المكان هذا بس هيك، سبحان الله، جوات الغابة. نرجع لفيرس، ارجع فرجيكم هيك، هوبا، ها سبحان الله، صار 10 دقائق، قربنا نكمل 10 دقائق. يلا ان شاء الله، اخوكم رائد مدينة ستوكهولم،
شاركونا بالتعليقات. السلام عليكم.